هذه السلسله راح تشوفون من هو الشخص الغني ومن هو الشخص الفقير. ابي اشرح لكم فكره المقطع، ولكن عزيزي المتابع ابغاك تتاكد ان هذا اول جزء بديته بشكل مره بسيط، ولو عجبكم ابغاكم تنزلون تحت تكتبون في التعليقات نبغى جزء ثاني، وروني ان كنتم مهتمين، وابشر يا اخوان بجزء ثاني ثقيل ودسم وباذن الله بيعجبكم، وفي اكثر من يوتيوبر يا اخوان. فكره المقطع بكل اختصار، انا وابو العص معانا بوذا بريم راح نسوي فيها تريدات، والشخص اللي يجيب اقل عرض هو الشخص الفقير، اما الشخص اللي يجيب اعلى عرض هو الشخص الغني. ادري ان الفكره بسيطه، ولكن لو عجبتكم راح اطورها اكثر واجيب باقي الشباب يا اخوان، بدل ما نكون اثنين نقدر نكون اربعه خمسه سته، ولكن احتاج انكم تثبتوا لي يا اخوان باللايكات، وصلوا هذا المقطع 6000 لايك، واشتركوا اذا انتم مشتركين، قربنا يا اخوان على ال 200000، حرفيا بقينا 30000 ونجيب ال 200000. ابو العاص يا هلا والله، منور ام 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 المقطع، منورك يا قلبي، منور بملك المنوبة، منور صديق النوب، منور انوب شخص في الحياة. دقيقة دقيقة عزيزي المتابع، تدري اني انا اكرم يوتيوبر في بلوكس فروت، ولكن للاسف الشديد الفترة الاخيرة والله يا اخوان الميزانية حرفيا صارت صفر، وعشان كذا اليوم عندنا اعلان لعبة بلوت في اي بي. وتدري لو انك حملت اللعبة في رمضان اللي راح كان دخلت على سحب جائزة تبلغ قيمتها 100000 ريال، ولو انك لعيب وحريف وتبغى تشارك في دواري بجوائز قيمة، تطبيق بلوت في اي بي بتعاون مع الاتحاد السعودي ويقدم لك اكبر الدواري. فعشان كذا خليني اوريك مميزات التطبيق. شوف افضل ميزة انا شفتها اللي هي الجلسة السريعة، تلعب صكة كذا على السريع يا اخوان، اول ما تدخل التطبيق تحصل جلسة سريعة تخش تلعب كذا على السريع. اما اذا تحس نفسك معرق وتلعب ورقه وتبغى صكه كامله مكمله، تقدر تروح يا اخوان، عندك مستويات من المبتدئ الين العباقره. واذا انت طفشان وودك تلعب بلوت مع اصحابك، عادي الموضوع مره بسيط، انزل تحت اختار خانه اللعب مع الاصدقاء. افضل عروض بلوت في اي بي متوفره عن طريق منصه طماطمه بلس، تلقى نفس العروض بس تقدر تحصل الدفع عن طريق ستيسي ومدى وفيزا وسداد، واللي تبغى كله موجود، بس ابغاك تعمل حساب عن طريق الرابط اللي موجود تحت وتستخدم كودي، الكود الخاص فيني يا شباب E24A، واذا استخدمته ابغاك تصور الشاشه وترسل لي في السناب ولا في الدسكور، وتكون اول شخص يستخدم كودي. اوه ماي جاد. وكيف تستخدم كودي؟ عن طريق انك تروح للمتجر، بعد كذا تشوف كلمه فيش، لف لليمين تلقى كود المؤثرين، هنا بالضبط تكتب E24A، وبكذا انت اول شخص استخدمت كودي. ما اكثر عليكم كلام، خلونا نكمل المقطع مع ابو العص. ابو العص اسمعني، اليوم انا جايبك يا ابو العص، ما احنا نتفايت، دائما وانت نتفايت، دائما انت بينا مشاكل، دائما انت مين يفوز الثاني انا ولا انت، حلو؟ اليوم لا، انا اجيب لك والله يا ابو العص تحدي مختلف مره مره مره، ابي اتحداك في ملعبك. في ملعبي؟ ملعبك. طيب ايش هو ملعبي؟ ها شوف، انت معروف عنك انك ملك التريدات، وافضل شخص في التريدات هو انت، وعندك سلاسل مره كثير يا ابو العص في التريدات، وسلاسل ناجحه مره مره مره. اليوم انا جايك اتحداك في ملعبك. التريدات موافق، بس كيف تبي تحدى في التريدات؟ تبغى سلسله جديده يعني ولا ايش؟ اذا المتابع حبها سلسله جديده. طيب انا عندي سؤال، كيف دوك. الفكره هذه طرت في بالك؟ ابغى اعرف كيف طرت في بالك انك تتحداني. ايش انت نوب؟ انا نوب في اشياء مره كثير، انا نوب في اشياء مره كثير، لكني محنك والله محنك، فيني خبث يا ابو العص. اليوم انا جدا سعيد، اليوم انا جدا مبسوط انه خصوصا تحدي اليوم، اوكي، في ملعبي، وهذا معناته اني انا راح افوز لانه هو ملعبي. انت جاي تتحدى ملك تريدات بلوكس فروت في التريدات، انا الى الان ما ادري ايش هو التريد اللي انت تتحداني فيه، لكن يا ابو العص شوف، احيانا الثقه الزايده تخون صاحبها، فيا ابو العص شوف التحدي وانت شوف اذا تقدر ولا لا. هي يعني المتابعين ما شاء الله عارفين، سويت لهم من الصفر الى الفهد وجبناها، وسويت لهم من الصفر الى كيتسيني وجبناها، ومن الصفر الى التنين وجبناها، وحاليا من الصفر الى الدارك بليد، يعني موضوع مره ايزي. انا مسوي تحدي اني اجيب شيء بروبو، ما هو شيء سهل يعني، شيء مره صعب. طيب اسمع اسمع، طيب اسمع اسمع، انا ادري ان تحديات صعبك، وانا معترف انك ملك التريدات، معترف اعتراف تمام حلو، لكن شوف من قوه القدح اللي فيني، من قوه القدح اللي فيني جيتك في ملعبك، في ملعبك يا ابو العص. ام بجك قاعد الله
والله دقيقة والله ما أخليها بخاطره والله ما أخليها بخاطره يكتب له منور مقطع عيسى حلو عشان يعرف لا يحسب الأرجاء أح والله راح راح أوكي راح خلاص راح. اسمع شوف أنا ما عيسى دقيقة عيسى الآن إحنا ما لنا دقيقتين نسولف مع بعض ولا في متابع جاء وانت تبى تتحداني في حسابي الثانية عيسى تبى تتحداني في حسابي المشكلة بتحداك في حسابك يا ابو العص والله لكن جي كده انا فزت عيسى انا جبت 60 كيتوني طيب اسمع ابو العص ترى لسه ما قلنا الشروط وما دخلنا في الشروط وما دخلنا على الشغل الثقيل التريد بوذا دائمة بيني وبينك انت معك بوذا دائمة بير وانا معي بوذا بير واللي يجيب اعلى تريد يا ابو العص هو الشخص الغني واللي يجيب اقل تريد هو الشخص الفقير لا كذا انا ضمنت الفوز عزيز المتابع ابغاك تعرف عيسى تحداني عن شيء مره سهل ما قال لي ابغاك تجيب كيتسوني ما قال لي لا انا اللي معايا الفاكهه ولازم اصرفها اوكي اتس ايزي عزيز المتابع اتس ايزي عيسى ولا مو اي فاكهه بريم لا بوده كمان تعال مشان هنا خلني اشتري البوده بما ان احنا صرنا اغنياء لا انا ما اشتريها من هنا انا اشتريها من الجوال عزيز المتابع اوكي وهذه يا اخوان احلى بوذا بير لعيون المحتوى يا شباب حلو فتاكدوا انكم مشتركين بالقناه يا اخوان تكفون وقسما بيات الله يا شباب اني قاعد اتعب تعب في المحتوى ما يعلم فيه الا الله اذا ودك تعوض بالتعب تاكد انك مشترك في القناه ترى بقينا 30,000 نوصل 200,000 مره بسرعه بعطيك تصريح والله يا ابو العص لا اسوي اللي اقدر عليه اللي اقدر عليه عشان المره ذي قسما بالله يا ابو العص ما تفوز والله اشوف عشانك حلفت واخليك تفوز حبيبي قسما عليك اسمع لا تستفزني بدايه المقطع يرحم ابوك لا تستفزني بدايه المقطع يلا يا ابو العص نقول بسم الله على بركه الله يا ابو العص خل كل واحد يروح ايش يروح سيرفر السلام عليكم ابو العص اوكي عزيزي المتابع وزي ما انت شايف الان اوكي عيسى قال لي ابغاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد انه كل واحد يروح سيرفره خلينا نجرب هذا السيرفر بما اني قدني جالس اوكي نكتب لهم انا ملك التريدات معايا بودا بيرم اوكي يا اخوان سيرفر جديد حلو لازم اتاكد من الاغنياء بسرعه 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 هذا لوف هذا اوكي 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 ابغى كوتسني احتاج كوتسني اي خذ لك معطيني جرافيتي يا الله اوكي اول شيء راح اسويه يا اخوان بكتب اي نيد اخوان دقيقه بروح جوجل حلو شوف ترجمت كلامي كتبت بوذا دائمه مقابل كوتسني الحين انا جاهز ايش جاهز اني اسوي سبام ابدي مستمر لا نهائي خلينا نجلس هنا نشوف المتابعين الاساطيرين عيسى خرج من السيرفر على طول انا لا ما خرجت بسوي تريدات معاهم على طول وما ادري هو ما قال يعني غير سيرفرك ولا قال شيء اوكي بودا بيرم لان الموضوع تحدي مع عيسى عشان لا حد يزعل مني عزيزي المتابع اي واحد شافني الان لا تزعل مني تكفى لان والله موضوع تحدي مع عيسى الان نقدر نقول السيرفر اللي بعده لا غلط بوذا بير والله غلط كلامي غلط راح ما ادري كم دقيقه بوذا بير فور كوتسوني يب ان شاء الله كذا صح بليز تكفى يرحم ابوك مور مور اوكي يخون في اغنياء هذا معاه او ماي جاد انا معاه شوفوا بدايه حلوه يا اخوان بداية حلوة اني انا لقيت اثنين كوتسني واو اقسم بالله لو افوز على ابو العص في ملعبه اني ما راح اخليه ينام الليل والله يا عيال والله لا اجننه راح اراسله في الواتساب يا اخوان مليون رسالة اوكي رسبني هنا بعيد عزيزي المتابع هذا السيرفر الثالث في مقطع اليوم خلينا نجلس هنا اوكي
لغة السيوف أبو العص، لغة السيوف، لغة السيوف. أنا ما بكثر، ما راح أضيع وقت. أوكي، السيرفر الثالث للأسف فاشل، السيرفر اللي بعد عزيز المتابع. تخيل السيناريو هذا، إني أنا أقابل أبو العص بالسيرفر يا أخوان، حنا ما حنا متفقين عليه أصلاً. طيب حلو. أوكي، ومعرقين، معرقين ليفل ماكس. اوكي بس انه انجليز، انا اكره انجليزي يا اخوان، مع ان انجليزي كويسين يا اخوان. اخر مقطع نزلت عروض الاجانب ضد عروض الحرب، كل التعليقات قالوا يا اخي يا اخي الاجانب كويسين، يعطون عروض كويسه، يعطون عروض كويسه. ما شفت ما شفت ما شفت الا في المقطع اللي راح. اوكي انا حسيت انه غني، حسيت انه غني من سلاله الاغنياء هذا. طيب انا مستعد اعطيك اي شيء مقابل مقابل الفهد. كسبت كسبت 1-2-3 خلاص يلا مع السلامه. هذه من سلاله الاغنياء يا اخوان، حرفيا عندها كل شيء. ابى احاول اسوي تريد مع اخر شخص. سيفر فقراء يا اخوان، والله سيفر فقراء. وروح سيفر اللي بعده، روح سيفر اللي بعده. مدري يا رب يا رب يا رب اني ما اتخاذل، يا رب يا كريم اني ما اتخاذل يا رب. يا فجاه اقسم بالله فجاه السيرفرات صارت فاضيه، ما ادري ليش كذا، ما ادري السيرفرات فاضيه. عزيز المتابع اوكي اوكي، تعال اجلس سقفه، تعال 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 اجلس اجلس عبود اجلس بودا بير. انا ما بكثر معاك، ما بكثر. عندك عرض حلو، عندك عرض حلو. او ماي جاد، دراجون واحده، لا حرام حرام والله. بدري 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 كبدايه دراجون واحده. او ماي جاد دراجون فهد. طيب خلينا نتناقش، نقول له عندك عرض لبودا بيرم. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، لو تزبط. ليش 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 قلبها مربعات؟ ايش بو ده علق كده يمشي؟ ايش بو؟ اوكي الكين الكيدو الكيدو. ها اوكي عزيزي المتابع، نقدر نقول الان السيرفر اللي بعده. مبدئيا ان السيرفر سيفر سوحات، سوحات بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. بس راح اكتب لهم وذا بير وذا بير. اوكي اعطاني البين حبيبي حبيبي. غيره. ما عندي وقت، ما عندي وقت يا شباب. معي تقريبا 25 دقيقة لين ما أصرفها. في حد كتب ميزة يقول لي نوب حبيبي، ما في نوب هنا. ايه معك. اوه ماي جاد، اللي في الهلف اللي في الهلف. تعال تعال تعال، خليني اشوف عروضه، خليني اشوف عروضه حبيبي. شوف متابعي على عيني وراسي، اني اطلع مهزوم من ابو العص مستحيل مستحيل. كتسني 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 كتسني. لا 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 تكفى تكفى. لا 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 لا. قدسني قدسني. شوفوا متابعيني على عيني وراسي، وقسم بتلا احبكم. بس فقير. طب بما انك فقير، بما انك فقير واحد من المتابعين. بسرعه 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 بسرعه. ما عندي وقت. كسبت كسبت كسبت. ما عندي وقت. بسرعه. خذ الفينوم شباب. متابعيني احبكم على عيني وراسي، بس تعرفوني انا اكرم واحد، بس بلاص ما يفوز عليه مستحيل. اوكي عزيزي المتابع، وصلنا هذا السيرفر وبرضه ما في احد. السيرفر اللي بعده. اوه ماي جاد، اسبانيين. تعرفوني انا اكره الاسبانيين يا اخوان، اكره الاسبانيين. ليش؟ لانهم يا اخوان ما ادري، احسهم يا شباب يعني فاهمين انتم، ما ادري، بس اني ما احس عندهم فلوس يا اخوان حرفيا. ما شوف، اعطاني جرافيتي. والله يا شباب انا ما اقدر اضيع ثانيه واحده. ما اقدر اضيع هذا كمل فلوس، ما اقدر اضيع. السفر اللي بعده. انا من يوم ما شفت سفر اسبانيه تشائمت 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 من الاسبان. للاسف. انت يا ان 8 ان، ورينا اللي عندك. شرطه تحت دي 7. عزيز المتابع ابغاك تعرف حاجه، انا والله ماني متعود اسوي تريد بحسابي. بقول لكم ليش، لانه يا اخي لما يجون المتابعين يا اخي، وانا مره احبكم، ما احب ارفض لكم طلبات، والله ما احب اجلس معاكم وانط كذا بعدين تقولوا ابو العص متكبر ولا كذا، تفهموني غلط. وانا وقتي ضيق، وعيسى الان قال انه التصوير 30 دقيقه، انا ما ادري الى الان، ممكن تكون عدت 10 دقائق، عدت 15 دقيقه، ما ادري، انا مستعجل، عندي وقت ضيق. عيسى حلف بالله انه راح يفوز علي. تعبت من الاسبانيين والله تعبت. اوه ماي جاد، اطلع سيفر وقراء، اطلع سيفر وقراء. والله بروح استغل الوقت، قسم بالله بستغل الوقت.
تذكرون يوم قلت لكم تخيل السيناريو ان انا وابو العص نتقابل في سايبر واحد؟ يا اخي قلع من الضحك. اوكي نقول لهم انا ملك التريدات اعطوني عروضكم. طيب نبي نجلس يا اخي. ما ادري كيف عيسى يقول سيرفر فقراء وفي تعريق تريدات، في ناس جالسه، في ناس جالسه. او ماي جاد وانا احبكم. اوكي خلينا نجي نسمع هذا، نوري بيرم شادو، نوري بيرم بودا. اوكي نشيل بيرم شادو، نوري بيرم بس. هذا تكتيك، هذه حنكه، هذا ذكاء. حط سبيريت، واضح عليه مطفر. والله عيسى طلع صادق، والله عيسى طلع صادق. اوكي خلونا عزيزي المتابع نروح السيرفر اللي بعده. عيسى كلامه طلع صحيح، سيرفر مناوب. اوكي اوكي جوني 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 معرقين، جوني المعرقين، جوني المعرقين يا اخوان. جاني واحد معرق معاه كوتسني. اوكي 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 اسمه اذر. اذر طيب مع او ماي جاد معرق ذا مره، معرق الى درجه عنده بوذا يا اخي. واضح انه من سلالات الاغنياء. شباب كل ما كلمت احد قال لي كوتسني حط استفهام. وزي ما انت شايف عزيزي المتابع، انا الان وصلت هذا السيرفر وفاضي كالعاده. السيرفر اللي بعده ماني مضيع وقت، ماني مضيع وقت. الموضوع تحدي، الموضوع فيه عرق، الموضوع فيه تحدي مع عيسى. انا ما راح ارتاح لين افوز، ما راح ارتاح لين افوز. اوكي حتى لو ما فزت ما راح اصرف البودة الا بتريد معقول. يعني انا عارف انه لازم نهايه هذا اصرف، يعني ما ابغى اوصل مثلا اخر دقيقه اضطر اسوي اي تريد بس عشان انه لازم اسوي تريد. فاهميني عزيزي المتابع؟ فاهميني؟ اكيد فاهميني. وبرضو السيرفر هذا فاضي. انا اقسم بالله يا اخوان خلاص احس ان شوفوا انا دائما دائما عندي قاعده حلو. ان العالم الثاني ما عنده فلوس، العالم الثالث اوكي معرقين، العالم الثالث تحصل كلاب بوينتي، تحصل ناس ويا مره، تحصل ناس عندهم كل شيء. فبروح العالم الثالث بشوف ايش يصير. والله اوكي وما قاد سيرفر تدخله على طول في ناس جالسه. وما قاد وما قاد وما قاد وهذا قاعد يهايط هياط دول. اح معاه بودا بيرم. طيب شادو بيرم عندك؟ معاه بودا بيرم ما يحتاجه. هذا اللي اسمه اليكادو، يا اليكادو خلاص يا عيال. كل سيرفر ورايا ورايا ما ادري كيف يجون. اوكي خليني اجي اسمع هذا. اوكي لانه قال له بليز شكله غني. ما قا او ما قا او ما قا او ما قاد او ما قاد. لا 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 اثنين كيتسوني، اثنين كيتسوني عزيزي المتابع. تخيل تضبط اثنين كيتسوني، اثنين كيتسوني. هذه سعره كتبت له تو كيتسوني. او ما قاد او ما قاد او ما قاد. وربي كذا مقطع يكون خلص، وربي كذا مقطع يكون خلص. او ما قاد نو دينو صوت نو امنا. هذا شكله اسباني والله والله والله. اللغة حقته غريبة والله. إذا ما تأخذ الهدية والله ما أنام يا قلب أبو العص. أعزائي المتابعين أنا يعني دائما ما أسوي يعني مثلا هدايا المتابعين ما أخذها. ليش؟ أنا أعطيكم، أنا أعطيكم، أنتوا لا تتعبوا نفسكم. أنا لو أحتاج أنا أدري ما بتقصروا معايا، لكن الحمد لله ما أحتاج والله. أنا أسوي لكم فعاليات وأعطيكم. أنتوا اللي لو تبوا تعطوني هدية، أحلى هدية توصلني منكم اللايك والاشتراك. قسما بالله انا اكون مره سعيد، قسما بالله. عليك بالعافيه، عليك بالعافيه. عشان تعرفوا زي ما قلت لكم انا اعطي المتابعين هدايا، فهو صمم فهو يستاهلها خلاص. اوكي فهد حلو. لا 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 والله عرض جامد يا اخوان، عرض 13 مليون جامد. بس لا 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 وزيد 8 موتشي ما صعب اصدقك والله عرض جامد. صعب صعب اصدقك، صعب اصدقك. وريني صعب اصدقك، وريني وال يا اخوان هذا معرق. صعب اصدقك، وريني وريني. اوه اوه والله يا اخوان شكله صادق صادق. والله اسف، والله اسف، مخاطره والله اسف، مخاطرة والله، الله اسف خاطر يا اخوان. عرض جامد بيعطيني فهد وثمانية، وثمانية ايش؟ ثمانية موتشي. والله اني اسف، والله والله اني اسف، والله والله اني اسف قسما بالله. اوكي اوكي خلينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا نشوف عرض ذا. قلت لكم حق العالم الثالث معركين.
كيتسوني كيتسوني ثانية كيتسوني ثانية كيتسوني ثانية ولو عطاني كسر بقول له زيادة كيتسوني ثانية. لا 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 مع إن عرضه كويس إخوان. لا 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 عرضه مو كويس عرضه مو كويس. آسف قسم بالله آسف والله إني آسف والله إني آسف والله والله إخوان آسف بس لا وبالعصب ورب الكعبة ما يفوز وقسم بالله إخوان لو فاز لو فاز أبو العصب أموت لو فاز أبو العصب أموت شوفوا أنا كريم بس أبو العصب يفوز أموت أموت يا إخوان كل شيء في الدنيا ذي إلا أن أبو العصب يفوز أموت. أوكي أعطاني بوذا ذا أوكي ترى أنا أعطيك بوذا مو مشكلة أما تعطيني بوذا في مشاكل أوكي وما قاد من البداية في ناس من البداية عزيزي المتابع سيرفر زحمة وما قاد فهد مدري إيش وما قاد وما قاد ليوبارد 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 أنا الكيتسوني هذه بس شفتها مرة واحدة الكيتسوني هذه بس شفتها مرة واحدة ليه يا أخي أنا أبي عرض قوي لبودا والله هذا اللي قلته لعيسى دائما هذا اللي قلته لعيسى هذا اللي قلته لعيسى تبي ايه تبي كيتسوني وابو احمد ويا ابو احمد ويا ابو احمد ويا ابو احمد ويا ابو احمد ابو احمد تطلع قوله فعل ابو احمد معايا البرم ابو احمد ابو احمد تطلع لا 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 من جد من جد ها خليني اجلس خليني اجلس ابو احمد ابى اجلس معاك نطيت بالغلط اجلس ابو احمد بيفوزني او ماي جاد 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 تدري تدري كذا انا بفوز على عيسى او ماي جاد هاتا او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد ورب البيت ورب البيت يا ابو احمد اقسم بالله ما ادري هل يصح اني احط كيتسونيات ما ادري بس عيسى قال لا بسوي اكسبت والله بسوي اكسبت بسوي اكسبت نفس اسم خويي والله بسوي اكسبت وربي عيسى لو جت وربي عيسى لو جت جي جي والله لو جت جي جي لل ماي جاد ماي جاد ماي جاد نط نط ولا انقبل ولا ايه نط ولا انقبل ولا ايه وربي جا وربي جا ملك التريدات ملك 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 التريدات شئت أم أبيت عيسى شئت أم أبيت عيسى أيام the king in بلوكس فرود ينصر دينك يا شيخ ينصر دينك ينصر دينك شوف يا أبو العص لا قوانين جديدة ولا شروط جديدة ولا أي شيء أنا بس يا أبو العص أتحداك إنك جبت عرض أقوى مني والله قسم بتلاني أتحداك جون عليه في السيفر يلا انتظرك انتظرك الآن في السيفر والله عيسى من دحين اقول لك انت فايز طيب طبيعي 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 مو والله جدا جدا طبيعي مو شيء جديد يا ابو العص والله, والله. مو شيء جديد اني انا افوز عليك فزت عليك في اشياء مره كثير حتى قتالنا الاخير ابو العص فزت فيه والله اوكي يب اوكي اوكي تعال وريني جاك ابو العص اللي جاني كيف اوريك انا عندي مليون فاكهه كيف حتصدق اوكي انا راح احط بس ابو العص شوف نسبه الصدق والله 100% والله ميب التسجيل موجود التسجيل موجود هذا اللي جاني يا ابو العص هذا اللي جاك 16 مليون ونص هذا اللي جاك 16 مليون ونص 16 مليون ونص هذا اللي جاك فعشان كذا الان اقول لك قبل يا عيسى قبل شكرا لك يا ابو احمد شكرا لك شكرا لك يا ابو احمد تحيه تحيه عيسى في متابع جاني في متابع جاني اسطوري صراحه العرض اللي اعطاني اياه قبلته على طول واضفت وقلت له يجي الديسكورد وتعال تاخذ رتبه تدري ايش حط ايش حط بيرم موتشي بيرم موتشي
والله بين بوتشي والله ما تترفض والله ما تترفض معلش انا اسف والله انا اسف والله جاي حط لي بين بوتشي التسجيل عنده والله ما تنحط في الطاوله